بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أعزائي المتعلمين والمتعلمات والمتابعين أينما كنتم، أسعد الله مساءكم. اليوم جئتكم بقصة أخرى جديدة، واللي هي قصة صريحة، قصة صحيحة صراحة، هي واقعية ولكن جد مؤثرة، ومؤثرة بزاف نظرا لصاحب القصة اللي غادي نعرفوه وما بقى له بعد ذلك، خصوصا بعد المولد ديالو وكيفاش تعاملت معاه الام ديالو. اذا القصه ديال اليوم غادي نبداوها ونقراوها كما قلت لكم، في نفس الوقت نتعلم من القصه العبره، وفي نفس الوقت نتعلم قراءه اللغه الفرنسيه من خلال الاستماع ومن خلال القراءه، نقراوها بشكل سليم وفي نفس الوقت نتعلموا نكتبوها فيما بعد. اذا كما قلنا، اون استوار فغي دون بوتي اكسبسيونيل، يعني واحد القصه واقعيه ولكن هي رائعه جدا. اشنو كتناقشنا هذه القصه؟ العنوان ديالها لو ساكريفيس دو مير، لو ساكريفيس دو مير، تضحية أم، واحد الأم غادي تضحي بشيء من أجل واحد الطفل ديالها. نشوفوا القصة. أبخي ساتخ غيفيي، يعني لما استفاقت، أبخي ساتخ، هاد قلت لكم هاد لاكسون أبوستروف ملي كنلقاوها كنحسبوها بحال ما كايناش ملي كنبغي نقراو وكنجمعوا الكلمة مع الحرف اللي كاين قبل منه من بعد منه لابوستروف. دونك أبخي ساتخ غيفيي دان سومي، يعني من بروفون، يعني من واحد النوم عميق، سويت ان اكوشمون دولورو، يعني بعد واحد العمليه ديال الولاده اللي كانت اليمه ومؤلمه جدا. ابخي سويت ان اكوشمون، كنقولو ان اكوشمون باش تجينا ساهله في النطق، ما كنقولوش ان، نقولو اكوشمون. ان اكوشمون دولورو، من واحد الولاده كانت مؤلمه واليمه جدا. La mère, الأم, a demandé à l'infirmière, يعني طلبت من الممرضة, de lui montrer, R, في الأخر ديما كتنطق A، ما عدا إلا كانت في أن أدجيكتيف، ولا في أن أدفيرب كنسمعو R، بحال دابا ييغ، ولا فييغ، صافي؟ دونك a demandé à l'infirmière de lui montrer son fils، قالت لها وريني، أريني طفلي أو مولودي الجديد، طون أتوندو دوبوي دي موا، الذي كنا ننتظره أو كانت تنتظره لشهور عديدة. لانفيغميير، الممرضة، لامنا، يعني جاءت به، لامنا أل، جاءت به إليها وقدمته إليها، بوي سورتي، ثم خرجت أو انصرفت. لامير سون بريسا، يعني أن الأم أسرعت، de soulever la couverture de son visage، يعني رفعت الغطاء عن وجه والدها أو رضيعها أو طفلها الصغير. la couverture، الغطاء على الوجه ديالو. et fut choquée، يعني تفاجأت، elle a été surprise، تفاجأت، صدمت كما كنقولو، par ce qu'elle vit، صدمت بما رأت أو شاهدت. un enfant sans oreille، طفل بلا أذنين، هذا إشكال، كيف سيعيش هذا الطفل؟ هل سيتعرض ليكون محترم من طرف أصدقائه والمحيطين به، أم يتعرض للتنمر، للسخرية، للاستهزاء؟ إذا كيف سيعيش؟ أسئلة كثيرة بدأت تطرحها الأم. بورتون، لكن رغم ذلك، بورتون إل سوغي أ سون فيس، رغم ذلك تبسمت وضحكت لطفلها. لو بخي دون سي برا، أخذته في ذراعيها، يعني في اليماء، ورميرسيا ديو بور سون دون، وشكرت الله على عطيته، يعني الله عطاها هذا الوليد بدون أذين، قالت له شكرا، ماشي مشكل هذا الابن ديالي. كال كيل سوا، كيف كان الحال، كيف ما كان الحال، أو كيف ما كان هذا الطفل. الأم غاصا لونفون، يعني قبلت هذا الطفل كونتر سا باتخين، احتضنته إلى صدرها، إلوي شوشوطا، وقالت له: تي مون فيس، انت ابني، انت طفلي، كواكي لونسوا، مهما كان الامر فانت ابني. مليان نكملوا القصه ديالنا. او فيل دي جوغ، يعني مع مرور الايام، مع توالي الايام، لا مير افي فاس دو نومبروز ديفيكولتي، ان الام وجدت نفسها امام مجموعه من المشاكل الناتجه دو او موكري، الناتجة عن سخرية الأصدقاء ديالو، عن سخرية أصدقائه، فوازان إي بروشان، يعني الجيران والمقربين. مي
La mère, elle est restée toujours s'orienter. Là, elle a remédié, baqiyat daiman mubtasima fi wajhi waldiha wa ibniha, et soutenante envers son fils, wa da'imatan lahu kayfama kana al-hal. Elle n'oubliera jamais ce moment. Fi yawm min al-ayyam lam tastati an tansa aw takuna qadira 'ala nisyan. يوم où il est jeté, il s'est jeté dans ses bras. يعني جا وترمى بين اليدين ديالها en pleurant. وهو يبكي suite aux moqueries d'un de ses amis. يعني بسبب سخرية أحد الأصدقاء ديالو qui l'a traité de monstre. الذي وصفه بالوحش. يعني ما عندوش الأذنين كيقولوا أنت وحش. Mais elle lui a dit. ولكن أمه قالت له Je t'aime tel que tu es. Ana uhibbuka kama ant. Daiman al-um qalbuha kabir. Malgré ce handicap, ragm had l'i'aqa, il excella dans ses études. Kana mutafawwiqan fi dirasati. Ragm had l'i'aqa, ma halch binou bin daiman at-tafawwuq wa al-ata fi dirasa dialo. Excella, j'aime l'excellence, yatamayyiz fi dirasati. Jusqu'à intégrer une prestigieuse université. Il est un tamakkana min l'ouloj wahed jami'a ra'i'a ou jami'a andha sit kabir étudiant. Chnou kan kaqra darasa fhad jami'a étudiant les sciences politiques, l'ouloum siyasiya et les relations humaines pour l'alaqat al-insaniya. Ash kima gtoukoum daiman كتضغم وما تنطقش ما كتسمعش لي ريلاسيون زومان. ان جور سون بير ايتي اسي افيك ان سيليبر شيروجيان اي لوي راكونتا ليستوار دو سون فيس. في يوم من الايام ان جور سون بير والده كان بجانب او جالسا بجانب واحد طبيب جراح شهير كيعرفو اي لوي راكونتا l'histoire de son fils wa haka lahu qissata tiflihi alladhi wulida bila udunayn. Le chirurgien lui dit qu'il y avait des opérations de greffe d'oreille. Mada qala lahu hadha at-tabib al-jarrah qallu dira kayn amaliyat nta naql al-udunayn. Des opérations de greffe d'oreille, naql al-udunayn aw zar' al-udunayn ila kan mutarab al-rayn. Mais à condition, chnou qallu? Mais lakin Et nécessité, يعني هاد التبرع ديال الأذنين تتطلب ان دونور. ان دونور بمعنى واحد المتبرع. Le père accepta de faire l'opération. ان الاب قبل اجراء هاد العملية dès qu'un donneur serait trouvé. بمجرد ما يوجد متبرع ما. يعني تبرع بالأذنين ديالهم. Après un certain temps, يعني بعد واحد المدة معينة بعد مدة معينة لو شيروجيان ابلا لو بير اي لوي دي. الطبيب الجراح اتصل بالوالد والد الطفل وقال له Nous avons trouvé un donneur pour l'opération de votre fils. لقد وجدنا او عثرنا على متبرع من اجل العملية او عملية نقل الاذنين لطفلك او زرع اذنين لطفلك. لو بير ساتيسفي بطبيعة الحال فرح demanda qui était le donneur pour le remercier. طلب من الطبيب ان يخبره بمن هو هذا المتبرع لكي يشكره. Mais le médecin refusa. الا ان الطبيب رفض افشاء اسم او اعطاء اسم هذا المتبرع selon le souhait de donneur. Selon le souhait de donneur. حسب رغبة هذا المتبرع ما بغاش يتعرف الاسم ديالو. L'opération fut un succès. يعني أن العملية تمت بنجاح. Et le monstre, وهذاك اللقب اللي كانوا كيلقبوا به كيقولوا ليه الوحش اللي اعتذرنا بين مزدوجتين devint un homme beau. أصبح رجلا أنيقا جميلا وهكذا شابا أنيقا وجميلا. Cette nouvelle apparence, يعني هاد الوضعية الجديدة هاد الحالة الجديدة هاد المظهر الجديد l'incita à se surpasser davantage. يعني جعلته يتفوق أكثر فأكثر في دراساته وفي عمله jusqu'à devenir إلى أن أصبح l'ambassadeur سفيرا de son pays يعني لبلده et à épouser celle qu'il aimait وتزوج بمن يحب. يعني مريد العملية ولا أكثر جمالا وهذا الوضعية الجديدة والحالة الجديدة فعلته من أجل
تفوق أكثر فأكثر إلى أن أصبح سفيرا لبلده وتزوج بمن يحب. Cependant, même des années après l'opération, إلا أنه رغم مرور العديد من السنوات على العملية, il se demandait toujours qui lui avait donné ses oreilles. دائما كان يتساءل من تبرع له بالأذنين. Était-ce quelqu'un décédé cérébralement? واش هو واحد الإنسان اللي كان متوفي دماغيا؟ Qui était ses proches? من هم دووه أو أقاربه؟ يعني باش يعرف على الأقل يشكر etc. Beaucoup de questions sans réponse toujours dans son esprit. يعني العديد من التساؤلات ولكن تبقى بلا إجابة في ذهنه. Il a demandé plusieurs fois à son père à propos de Donor. يعني دائما العديد من المرات كان يطلب من والده أن يخبره بشأن المتبرع ومن يكون هذا المتبرع. Mais celui-ci lui a dit. إلا أن هذا الأخير قال له يعني الأب ديالو. Il mérite notre reconnaissance. يستحق منا الاعتراف بهذا الجميل. Et notre gratitude. نعترف بهذا الجميل. Et je ne peux jamais lui rendre ce qu'il a fait. وما نقدرش نرد ليه هذا الجميل اللي دار فينا مهما حصل. Donc, أشنو وقع؟ Un jour, après un long voyage à l'étranger, في يوم من الأيام, بعد سفر طويل في الخارج, يعني سفر من أجل العمل, le fils a rendu visite à ses parents, يعني زار والديه, il a apporté beaucoup de cadeaux, يعني حمل معه العديد من الهدايا لهم, يعني الوالدين ديالو, dont deux boucles d'oreilles, جوج ديال الأقراط ديال من الذهب, حلقات كما كنقولوا, deux boucles d'oreilles, en or qu'il avait acheté pour sa mère, اشتراهم هاد الأقراط وهاد الحلقات كما نقولوا بالدارجة الأم ديالو. Sa mère fut surprise par la beauté de ses boucles. يعني أنها أعجبت بجمال هاد الأقراط أو الحلقات. Il a essayé de refuser le cadeau. حاولت أن ترفض هاد الهدية. إنها يتعرف لماذا. Disant que sa femme méritait ses boucles d'oreilles plus qu'elle. قائلة بأن زوجة ابنها تستحق هاد الأقراط لأنها ما زالت صغيرة. Car elle était plus jeune, يعني لا زالت شابة, et plus belle, وأيضا جميلة. Mais l'insistance de fille était plus forte. إلا أن الإلحاح والإصرار ديال الإبن كان أقوى من أم ديالو, الوالدة ديالو. Il sortit la première boucle d'oreille. خرج أول حلقة pour les 8 mètres, يعني باش يديرها في ودنها, et s'approcha d'elle en écartant ses cheveux. أزال الغطاء اللي كدير على الرأس ديالها, أزاح نوعا ما, حرك شوية الشعر ديالها على الأذن. أشنو وقع هنا؟ المفاجأة. Elle fut stupéfait, فوجئ وتجمد وشعر بنوع من القلق والإحراج, لأن أول مرة غادي يعرف واحد الحقيقة. Lorsqu'il vit sa mère sans oreille, لما رأى أمه بلا أذنين. هنا غتنجلي الحقيقة وغادي يعرف من المتبرع. Il comprit que c'était sa mère qui avait fait don de ses oreilles. هنا فهم بأن أمه هي التي تبرعت له بأذنيها. Il fut choqué et éclata en sanglots. يعني صدم من هول المشهد الذي رأى وانهمر في البكاء, انخرط في البكاء, بدا كيبكي بشكل كبير, يجهش بالبكاء. Sa mère posa ses mains sur ses joues en souriant. أمه وضعت يدها على خديه وهي تبتسم وتضحك. Et lui dit, ne sois pas triste, لا تكن حزينا. Cela ne diminue en rien mon amour pour toi. هذا لن يقلل من شأني ولن ينقص من حبي لك. إذن إلى هنا عرفنا قصة أخرى من القصص الجميلة الواقعية والمؤثرة جدا, والتي دائما تبين تضحية الأم اللي ممكن تقوم بها ومن كنش تقوم بها شخص آخر. كانت هذه من القصص الجميلة وقصص أخرى ذكرناها في قناة ديالنا في النجاح الدراسي والمهني. ما تنساوش تعبروا عن الإعجاب ديالكم, تخلوا لنا التعليق ديالكم إلى عجبتكم القصص باش نزيدوا في قصص أخرى إن شاء الله. وما تنساوش تقاسموا لا فيديو مع ليزوتر كوليغ. شكرا لكم على حسن الإنصات والمتابعة, وإلى قصة لاحقة إن شاء الله.